السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر وضوء الملك سد كسوانتين أجعلها ين ويدين هالكنا ورنتي هذه هذو مهمة ومل فجارة وكسو تشيدي أحمد عبد الرحمن حرسي هلو وأه أبنك وضيقة تي في قمضة حبنا على الصحن هلو ويدين تسوحي الدار نايد أن ويدين تهور تايدين شيدو تبدأنا وين سلاسو نغنطونا نحر كوبان أو غرفينا أو كساب سنبل ويدين تاس إيو طبعا إن وحي سالكا كو هايسو مركورة سوالة ويدين سادوغا فالي ستدين قفكا انستوشن صور ديساي يتطبسنا لغو تبعي يتطبسنا خرش بداني صور قلي يتطبسنا يساقون حتى مكرفون قصير لغو قبستان وقون صور ديساي مالين تيساقون ديساي او نون ليغان او مقعوين ياشي ميت كلاوك عن هادي الدين دم حيقا غربتا ايه سوحنا سوكا إلا ما لغو صورت رحي مركا عادي يتوبان ستين ويساوية قتا دمرو هلو طبعا ودينا هذه هذو مهمة رددو تخفتن باكات لكن وحي ودينا سدارن تهي انستيوشن كو قف ما كو طبعي كرا ما ديسي كرا ما هورو مارين كرا وحي كو حران تهي وحا صور لانو انستيوشن كو محو قفك كربا قفك محو كدوني ما وحو ربا قفك ينو ياشو ما هو الرابع قفك إنه كفى يديستو ما هو الرابع قفك إنتي فيك لقص يا سامي إنتي فيك وحكي يا شو ما هو قفك لقى الرابع ما عاد هدي أين راح نقفك وح لقى الرابع إن لقفها يدي سحر في الديس يوحسو ساركيز قفكاس وحسو ساركو صماينا يو يتعب كان وقيل يو يهوشن وقيل يو وحقول لك ما مهلية هذا جوابته ما يتراضو مركا قفك مدحي سوا مدحي وبنان يعني وماشو ده نولشي سكفي سدي يبهي ستبغشا يقف الراعية ورباهي انت انت عن حقال واحي انت بدان ورباهي انت مدح بنام باكسو شقي تان حقال كواهي ورباهي انتو وحي صمت المرحلة ده ادو اضك وحقا نقالها المحل هذا واضح وحاجة ما ذحبنا عن ده وطي قفك وحكون حشقينا يا أود بدنا نهردم يا مروا أود ولدت مروا أود قبيل مروا أود وركل ومروا أود وما ذا أنا وقتها يعني أي تهي أنا سد بركا قفك سكل بكون حشرة قفك وريه تجاني أنا خشقيا سمال أن أذها وقف عنات ما شاء الله وطبعين ما ذحبنا oo runtii ilaahay baa run jecel madax banaan oo kalsooni ku shaqeysa ka hana qaatay haska jirtay istiijidka iyo xadiga iyo tacadigu taana barar badan waxa soo celcelinaya sida warbaahinta madax banaan waxu rabto iyo sida dawladdu waxu wado oo is seegaya dhalinyar badan oo ka shaqeysa warbaahinta oo aan aqoontoodu dhisnayn تاسينا أي كلب أيضاً أي سبب طين السمية خلاضات مركز دمنا سبب النقطة إن لحره وأنا خلاض الله صحكره هدي وريها أقونتي سول السنت هاي وحد اسمه سكل سونديس وحد اسمه في تشينانتيس وحد اسمه وطيا يالنا يا وحسو ساركيس إن وحنو الصماينا يو ورينا إن مسؤولنا وقع باشان ماي ولا محافظ ولا معارض إنك أباشن ماي وحو الصمين يا واحد أي وح يعني مسؤوليتي صار نايدا عندنا وجهك كم مرة بوا وريهم مركزين صح وشغين عندنا حبك كم مرة بوا وح جودين يا شقاء وصوت طنطي أو مسؤولية عروس له نحن حادنا ما سجد دلتر inaanu dhinacna raacin deegaanadana waxa muhiim ah marar badan wariyaal aan toogri jirnay waxaanu aad iyo aad ugu boorin jirnay haddii aad aragto warbixinta in amaankaaga iyo naftaada halis ku tahay naftaada ka muhiimsan wax kasta warbixinta waxa ku sheegimaysa
marka hadii aad naftaada halista u dareemays way khatar ku tahay faraha ka qaad waya naftaada ay tim wax kasta waxa uu qofka bini'aadamka markii naftiisa timaado way inuu naftiisa doorto badbaadi hadaan nuxurki waydiinta ku noqdo way urbaahinta madaxa banaan marar badan anigu aragti ahaan waxaan ku dhaliila warbaahintaasi wariyuhu uu iimanaya dabcan waa runtii sidoo u sheegay waxaan xasuusannin dhalinyara oo oo runtii de markaa ka soo baxay oo muddo hore ahayd had markaas uu ka soo baxay uu de in toobarkii saxaafada oo lay keenay shuruud waxa kaga dhigay 3 bilood baan u qabtay waxa ku jira 3 bilood 3 bilood haweeyan waad meel si saarto ilaahay ma adiga gadi nin aad u dadaali waha 3 bilood ka hor baan meel saar yani aad u dadaale wax kasta oo sidii warka loo qorayay wixii oo dhan hawlihii oo dhan isku dubaritay wala wareega hawshi marka wariyuhu xarunta uu ka shaqeynaya uu ku toobaranaya waana loogol yahay qofka wariyuhu yiraahdo muddo laakiin mutacayimo inay noqoto toddoba sannadood imay deyneen wariyaha la iska dhisay guriba maxaa macala dhisay ma qofku waxa weeyaan in waa inaad xilli hal sano waana in ujeedo jirto waa wariyaha waa inaan la dhuuxin waa inaan la oran magaalada inoo gal wax soo rid oo waxaad soo siino adiga xarunta kala goo adna qayb qaadan waa noocaas oo ugaarsi weeye sababta wariyeyaashu ay u saldhigan waa waxa weeyaan institutioniska u shaqeeyaan waa inay xil weyn iska saaraan waa inuu noqdo wariyuhu wariye ownership dareema wariyuhu waa inuu noqdo wariye mushahar haddii xitaa aan loo yacni mushahar ku filan hadduu wariyuhu helay meel la muuqata laakiin mushahar ku filan baan jirin de warbaahintana waxaweynta badan waxeeda waxa lagu wadaa waxa weeyaan waa in in shirkado waaweyn u taageera ma jiraan marka waa waxa yara ka soo baxaya ma haysiisa noqoto ama sponsor cid moogta barnaamijyada la baahiyaha noqoto ama de waxa cidda wax loo baahinayo waa waxa baahinta la xidhiidhoona ma haysiisa ma waxa deed dhaqaalahan yar lagu wadaa ka imanaya marka axmed waxaan ku leeyahay warbaahintu way mudan tahay in la iskacan qabto way mudan tahay in wax la isbaro laakiin taa macnaheedu maaha in la is yeelanayo taa macnaheedu waxa weeyaan qofkani nolol iyo mustaqbal buu rabaa waa inaad wuxuu ogolaato si uu meel u gaaro uu xaruntana wuxuu taro laakiin waa inaanu noqon qofkani qof la isticmaalayo qof la maalayo xooggiisa iskaxdiisa laakiin waa inuu noqdo qof la rabo inuu meeshana wax taristan wax kororsado hadhowna noloshiisa waanfaco waqtigu ha khayr salaahaydin ahaado waa cashuur xumsad ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.